النجم محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد الإعلامية إسعاد يونس وسط كواليس تصوير برنامج صاحبة السعادة. أعلن النجم محمد رمضان عن حواره مع الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ظهر في الفيديو وهو يحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس مع فريق عمل البرنامج على نغمات الأغنية الشهيرة انزل يا جميل على الساحة. ووجه محمد رمضان التهنئة قائلا: كل سنة وانت منورة بيوتنا المصرية والعربية، وعيد مبارك على جمهوري العظيم، معكم ليلة العيد مع صاحبة السعادة على دي ام سي، ومعكم في السينما بفيلم هارلي. ويحل النجم محمد رمضان ضيفا على الفنانة الجميلة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة دي ام سي في عيد الفطر المبارك، حيث نشرت صفحة القناة عددا من الصور من الحلقة حيث يظهر محمد رمضان بلوك مختلف ويغني ويرقص. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورق تحياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا